يعني اليوم الخلاف باللجنة الخماسية لا يزال على مسألة الدور الفرنسي الذي لا يزال حتى الساعة يريد أن يفتح طريق سليمان لا فرنجية مش مرة، للرئاسة. أنا ما بتقدر، أوكي أنا عم بسألك مش ما بتقدر. وأنه لا متمسك فيها بس مش بالمعادلة اللي حكي عنها قبل، بمعادلة جديدة. هذه المرة دخل جبران باسيل على هذه المعادلة. كمان أنا مش من هالرأي. خليني أقول لك، أول شيء بالنسبة لموضوع جبران باسيل، حزب الله واضح من القصف اللي صاير إنه ما موصل لمحل أساسا. اثنين لما راحوا علي كلمين لغاية العلاقة مختلفة عن التاني. جبران باسيل ما لقي مين يستقبله لما راح باتجاه تقاطع على جهاد أزور، ما عنده حل غير يرجع يروح لهونيك، وعم بفكر بيعتبر هو كما كنا عم نحكي بحساباته انه الفرنسيين غيروا عن هاي المعادلة السابقة، مثل ما نحن سامعين، اكيد هو سامع وتسمعي من الفرنسيين، وبالتالي تسكر الطريق قدام سليمان فرنجية. اللي شايفه انا عنده هو انه بعد الاجتماع اللجنة الخماسية كان اوضح خيار جوزيف عون بدي سكر على اثنين، فاذا بقرب انا ما راح نقرب لقدام، ما راح افتح طريق سليمان فرنجية، بس سعي لسكر على طريق جوزيف عون صارت واضحة. هو طيب حزب الله بالمقابل يريد انه يقرب لعنده جبران باسيل، لانه كمان اكتشف المقابل او انه لمس بالملموس انه وضعه الشعبي على الساحات غير الشيعيه منه منيح ابدا، وعمل دراساته بهذا الاطار. فاذا هو بحاجه للكلام معهم هون. عمل دراساته بشو؟ بهذا الاطار، انه عمل دراساته استطلاعات على الساحه اللبنانيه من 3 اشهر، انه تبين له التجاوب، يعني الرؤيه لحزب الله بالساحات غير الشيعيه تحديدا الدرزيه المسيحيه السنيه سيء. وين عمل هذا الاستطلاع؟ هو عمله، شغله هو الداخلي، عنده قصدي عنده مركز دراسه بالمركز الدراسي التابع، بس عارف انه هو عمله إيه؟ عمل الدراسه تبعه على الساحات وتبين له انه منه منيح قبل الكحاله؟ ايه من 3 اشهر، عمل لك 3 اشهر وشوي، وعلى كل حال هو بالكحاله شاف انه هذا يعني تاكيد على هذا الشيء. فهو بالموضوع السني بضل موضوع السني طابعه مختلف، ومش بالهين بيعمل عم يعمل حركه باتجاهه للطابع للساحه السنيه، عم يعمل تحرك باتجاهه، تواصل يختلف عن الاول، في تقديمات في في في، بس لكن يدرك بالاخر نتيجه تجاربه السابقه من خلال سرايا المقاومه او غيرها انه الشارع السني بالاخر يتاثر بالموضوع الاقليمي، يتاثر سعوديا او بزعامه، خصوصا انه هلا زعامه سنيه شامله ما في. وموضوع الدرزي من زمان وجاي، موضوع المسيحي لذلك هو بيرجع ياخذ خيار انه في القوات يلي في استحاله، خيار جبران باسيل التحاور معه لخفف من هذه الواقع الشعبي يلي انا عم بنش فيه يلي انا عايشه. فاذا هذا هو هدفه. هيك هلا رايح لقدامي، رايح على موضوع اللامركزيه وموضوع الصندوق. باللامركزيه ما بفتكر، واضح انه باللامركزيه الماليه مسكر الرئيس بري وحزب الله ضمنا معه، بس ما بيقول. والاصلا جبران باسيل لو كان موجود بس بالموضوع اللامركزيه، يعني كان عمل لمركزيه كهرباء وقت كل العالم بده اياه، كان عم يروح على البواخر مصر على مركزيه الكهرباء رغم انه كان حل يفيد الناس ومطلب للناس. فاذا مش مشروع عنده، يضيف له 6 سنين ما انطرح ولا مره بشكل جدي، فاذا هو مطلب سياسي. انا امبارح كنت عم بسمع ابو دير يلي كان هو زميلنا يلي هو قريب من الحزب، طبعا عم يخده من الحزب، عم بيقول انه اجى سليم جريساتي بخط ثاني عم بيقول خي كل بده اياه التزام مكتوب، عم بيحكي باسم الحزب وما سمعت طلع توضيح، انه اجى سليم جريساتي بده التزام مكتوب انه بتمشوا فيه رئيس بعد 6 سنين. بصدق هي اكثر، خصوصا انه ما طلع الهدف تبعه، ما طلع تكذيب على الكلام اللي عم بيقول انه اليوم جبران باسيل عم يطلب من الحزب انه يمشوا فيه رئيس جمهورية بعد 6 سنين التزام خطي. هيك قال امبارح، انا سمعته وما طلع. انه برايك هذا هو اللي عم يعمله جبران باسيل، انه هو بيمشي، هو عم بيقول انه بعته للحزب، يعني عم بيحكي باسم الحزب وعم بيقول بعت لعنده الحزب سليم جريساتي سماه ما عدا ثاني، يعني قال انه اجى يحكي باسم جبران انه كل بده اياه خيي التزام، يعني انه هي بنلاقي لها طريقه تصريفي. وانا ميال لانه هلا بالمقابل هو يريد بشكل اساسي واولي قطع الطريق نهائيا سليمان فرنجيه جوزيف عون، جوزيف عون بيعتبر سليمان فرنجيه خلصت.